الو الله واحد بسم الله اثنين here we go ادي ماية الخيار اوكي ازيكم ازيكم انا جت تانية هنا عندك come on half spoon of yogurt on top of the cucumber ده نطبخ الرز بتاعنا مع معلقتين لبن بودرة في حلة مع كوبايتين او كوباية ونص مية دايما بنسلق الرز مع بعضياتنا وبنحطها وبرة من الرز بتاعنا مع مية الخيار والزبادي اديله زيت البرتقال او زيت قشر البرتقال اللي احنا عملناه سوا وخدي منه نقطة فوق الخلطة دي احنا محتاجين the queen of the yeast is talking here طلع الخميرة وخذي منها معلقتين two large معلقتين من الخميرة الناشفة أكبر دليل على كلامي اللي أنا بقوله أنه قشر زيت البرتقال غير البرتقانة بأملحها وبالمواد الحمضية ملكة الخميرة تتحدث لا يحفظ الخميرة في التلاجة أيا كان استعملها